السلام عليكم ورحمة الله، أهلين بيكم في قناتكم الواي أكوا. في فيديو اليوم حنشوفه كيف تهتم بحوض السمك الخاص بيك بشكل دوري. قبل ما نخشوا في التفاصيل، ياريت تدعموا القناة عن طريق الاشتراك في القناة وتنشروا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بالهواية، وما تنسوش تديروا لايك على الفيديو لو عجبكم. الحوض اللي حنهتم به اليوم في الفيديو هو عبارة عن حوض لو تيك مزروع. الخطوات في الفيديو تنطبق على الأحواض المزروعة أو الأحواض غير مزروعة. دائما حاول تراقب الحوض بشكل مستمر. لو لاحظت اي مشكلة في الحوض حاول تتعامل معها بشكل سريع. مثلا لو شفت سمكة ميتة او نبات ميت حاول تحوله من الحوض في اسرع وقت عشان ما يؤديش تفاقم الموضوع لمشكلة اصعب. الرائحة الكريهة في الحوض دائما تكون اشارة على وجود مشكلة في الحوض. عند الاهتمام بالحوض اول شيء نبدأ به هو ازالة جزء من النباتات العائمة. النباتات العائمة مفيدة جدا في سحب المغذيات الزائدة عن الحاجة في الحوض، ولكن مشكلتها أنها تتكاثر بسرعة وتكاثرها يحجب الإضاءة عن بعض النباتات. مثلا تقدروا تلاحظوا في الحوض أمامكم نفس النبتة جزء منها موجود تحت الإضاءة مباشرة، ألوانها داكنة وصحية أكثر من الجزء المحجوب عنه الإضاءة بسبب النباتات العائمة. ثانياً لو تحتاج النباتات لتقليم أبدأ بتقليمها. تقدر تزرع الأجزاء المقلمة في الحوض. بعد تقليم النباتات أغلب النباتات المقلمة تطفو على سطح المية وتنظيفها يكون سهل جدا، لكن نبات الموس عند تقليمه لا يطفو ويسقط على أرضية الحوض، لذلك حاول تكون حذر لما تقلم الموس لأن الأجزاء اللي تعلق في نبات الأرضية حتنمو مع الوقت وتغطي على نبات الأرضية. بعدها نظف زجاج الحوض من الداخل. درت اختبار بسيط على خواص المية والنتيجة ان مفيش داعي لتغيير جزء من المية في الوقت الحالي، لكن لان انا نبي ننظف ارضية الحوض فتلقائيا حنغير جزء من المية. لو ما عندكش كيف تختبر المية الافضل انك تغير جزء من المية كل اسبوع او اسبوع ونص. تقدر تستعمل أي خرطوم مية لتنظيف الأرضية، تحط نهاية الخرطوم الأولى في المية والنهاية الثانية تسحب بها المية باستعمال الفم، وبعدها تحول فمك بسرعة قبل ما توصل المية في فمك. بعدها تقرب نهاية الخرطوم الموجودة في الحوض من الأرضية وتسحب الأوساخ العالقة في أرضية الحوض. تنظيف الفلتر يكون مرة في الشهر أو مرة كل شهر ونص. استعمل المية اللي استخرجتها من الحوض لغسل الفلتر. هذا فيديو قديم لتنظيف الفلتر، تقدروا تشوفوه عن طريق الضغط على الرابط في زاوية الشاشة. بعدها لو تلاحظوا زجاج الحوض من الأعلى متسخ فيه علامات من تبخر المية، لذلك تقدر تستعمل منديل أو أي شيء لتنظيف العلامات في أعلى الحوض. أخيرا لما تبي تضيف مية للحوض حاول تكون درجة حرارة المية جديدة نفس درجة حرارة الحوض أو على الأقل قريبة منها عشان ما تصدمش الأسماك. وأكيد لو مصدر المية فيه كلور لازم تستعمل مزيل كلور للمحافظة على حياة الأسماك.
آخر خطوة هي تنظيف زجاج الحوض من برا بأي ملمع زجاج. احذر، لو لمس ملمع زجاج مية الحوض حيؤدي لموت الأسماك. شكرا على المتابعة، وياريت لو عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل فيديو جديد في القناة. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.